وزير الزراعة وجه المسؤولين عن الخدمات البيطرية بضرورة نشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية، وده لضمان استدامة المشروعات، كمان سرعة صرف التعويضات للمؤمن عليهم وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف هذه التعويضات. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية نشر هذه الثقافة، ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية، وكمان كيفية صرف التعويضات ليهم. معانا على تليفون الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يا أهلا بيك. إلى أي مدى المربين بقى عندهم وعي دلوقتي بثقافة التأمين على الماشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم جميعا وعلى السادة المستمعين وإخواننا المزارعين اللي أكيد هم قايمين نشطاء من الفجر وشغالين في الحقول. ثقافة التأمين على الثروة الحيوانية، الصندوق طبعا منشأ بأكثر من 60 سنة، ولكن في الثلاث سنين الأخيرة شهد نهضة وتوعية عند الفلاحين بطريقة محترمة جدا، متزامن ومتناسق مع المبادرات الكريمة اللي فخامة رئيس الجمهورية أمر بها من مشروع البتلو لمشروع الفروض ذات الفائدة المبسطة جدا لـ 5%. فده عمل وعي جامد عند السادة المزارعين، لأن ابتدى عشان ياخد قرض لازم يكون مأمن على الحيوانات دي لصالح البنك اللي هو واخد منه القرض. القروض والمنح والمشروع البتلو أسرى الإنتاج الحيواني في مصر، فيما لا يقل عن 1,000,000 راس دخلوا متأمن عليهم، لأن الفلاحين ابتدوا يزودوا الثروة الحيوانية عندهم ويشتروا ويربوا عن طريق قروض البنوك، فابتدى الفلاح يعرف قيمة هذا الصندوق، بحيث إن هو لا قدر الله لو حصل حاجة للحيوان بتاعه في نص الدورة بتاعته والحيوان نفق أو انذبح اضطراري، فما بيجيبش القيمة القرضية أو قيمة الاستثمار اللي حطوا فيه من أعلاف وإيواء ودواء وعلاج وتحسينات اللي صرفوا عليه. فبشروط معينة يا فندم بيبتدي هو لما يثبت إن الفلاح ما أهملش وقدم حيوانه للعلاج في الوحدة البيطرية والإجراءات مبسطة جدا، الصندوق اللي بيطلع الشيك التعويض لصالح البنك إن هو الفلاح واخد منه القرض. أدى ذلك انتشار سياسة القروض البنكية بتاعة الثروة الحيوانية، لأن الفلاح العادي اللي يملك رأس من غير ما يكون جايبها بقرض، يكون جايبها من النار الحر أو عامل بيه شراكة مع جاره ولا أخوه ولا ابنه، يبتدي هو يرجع لنا دلوقتي في التأمين عشان أأمن له على الملكية الحرة بتاعته. وإحنا خفضنا في التأمين، نزلناه من 1.5% لقيمة الرأس إلى 1%، وده مبلغ زهيد جدا جدا جدا، وعملنا قيم متفاوتة لرؤوس الحيوانات بحيث ما يبقاش فيه إثقال برضه على المربي في حاجة، لأن الحيوانات طبعا مع الأسعار اللي اتغيرت، الحيوان اللي ب 25,000 جنيه بقى ب 50,000 جنيه، لما لو الحيوان قيمته 50,000 جنيه والفلاح بيدفع 1% بس في السنة، يعني بيدفع 500 جنيه، يعني اليوم بحوالي جنيه وربع ما يجيش قيمة أي حاجة خالص، بياخد قدامه خدمات مميزة جدا، عنده 37 مرض بيتعالجوا جوه الوحدة البيطرية مجانا في حالة وجود العلاج ليها. الحاجة الثانية بيتقدم له أعلاف محسنة من مصانع الصندوق على الثروة الحيوانية، التأمين على الثروة الحيوانية، فابتدى الفلاح ينجذب أكتر وأكتر. نزلنا جرعات تلقيح صناعي للإناث اللي بتوصل لمرحلة البلوغ وعايزة تتلقح بتخفيض 50% على حساب الصندوق في الوحدات البيطرية. كل ده يا فندم مع التوعية المستمرة للفلاح بالندوات والإرشاد والمرور على الوحدات البيطرية وتوعية الدكاترة والأطباء والموظفين والاهتمام بالفلاح. طب أنا بس عايزة يعني أرجع مع حضرتك تاني مرة تانية عشان بس الناس تتفرج علينا من المربين يبقوا عارفين مرة تانية، إحنا بنأمن على الماشية من أو في حال إن الحيوان نفق أو وثيقة التأمين بتغطي النفوق والذبيح الاضطراري والنفوق بسبب الأمراض الوبائية، الموت المفاجئ والسرقة وخيانة الأمانة والحريق. فحوالي 6 أو في نوع جديد كمان من التأمين استحدثناه، وهو التأمين ضد الإجهاض، بحيث لو عنده أنثى أو شار وأجهضت، في نوع من التأمين برضه حطيناه بأسلوب ميسر جدا، وده يعني بيبقى عليه إقبال من المزارع الكبيرة أكتر. حلو قوي. طيب التعويضات دي بتبقى على عدة مراحل ولا بتتصرف على عدة مراحل ولا مرحلة واحدة؟ لا لا لا، التعويض يا فندم أما الحيوان بيحصل له أي حاجة بيكون مبلغ طبعا الدكتور البيطري في الوحدة إن الحيوان تعبان بقى له يومين ثلاثة، بيبتدي بيعمل له زي أورنيك عيادة، يدخله في البطاقه العلاجيه بيثبت ان الحيوان اتعالج يومين ثلاثه عنده في الوحده على الاقل، لو الحيوان لا قدر الله انذبح او نفق او اللحوم ذبحت واللحوم غير صالحه وعدمت بيتعمل له صفه تشريحيه معينه بيتكتب فيها اسباب النفوق او اسباب الذبيح، وبتعمل له لجنه اسمها اللجنه المحليه في مديريه الطب البيطري في المحافظه،
بتجيلنا كل 15 يوم او كل 20 يوم مجموعه اللجان اللي حصل فيها مشكله بالنسبه لحيواناتها. بيجي عندنا الصندوق بيخش لجنه تعويضات مركزيه باللجنه اللي بيبقى فيها رئيس اللجنه استاذ دكتور ومعاه من المعاونين من الاطباء ومن الساده المهندسين الزراعيين اللي خبرات طويله جدا في هذا المجال. خلاص يعني بتيجي النهارده اسبوع بتكون اللجنه منعقده، اسبوع بيكون طالع له الشيك بالمبلغ اللي قررته اللجنه مره واحده. دي ما فيش حاجه اسمها يعني هندفع التعويض مره واحده. طبعا. مجمع ما بندفعوش على اقساط. عظيم جدا، حضرتك ذكرت دلوقتي انه قلت لو راس المشيه مثلا سعرها 50,000 فهو بيدفع 1% يعني 500 جنيه في السنه يعني بمقدار جنيه جنيه وربع في اليوم، لكن في المقابل بيحصل على خدمات كتيره جدا. من ضمن هذه الخدمات زي ما حضرتك ذكرت انه في الوحده البيطريه بيعالج هذه الراس لو العلاج بتاعها موجود. انا عايز افهم بس النقطه دي، هل في انواع معينه من العلاجات واللقاحات موجوده عندكم وفي انواع ثانيه ما بتبقاش بتبقى خارج اطار التامين؟ طبعا يا فندم، الادويه البيطريه زي الادويه البشريه بقت اصناف لا تعد ولا تحصى، اعداد كبيره جدا. اي مستشفى اي وحده بيطريه احنا ما نقدرش نجيب فيها ال 600 نوع مثلا مضاد حيوي اللي موجودين في السوق. لازم بنحط احنا انواع محدده احنا محددينها. الدكتور لقى ان النوع ده مش يعني مش هيجيب نتيجه مع الفلاح او مع الحيوان، بيخليه يشتريه من بره عادي زي القطاع الخاص عادي جدا، وبيعتبر انه عمل له كشف مجاني. يعني وممكن يعمل له التحليل مجاني لو عايز تحليل مثلا طفيليات، تحليل دم، دواء موجود خلاص بيتعامل معاه على طول، مفيش فيه مشكله. فدي طبعا دي برضه ميزه يا فندم في صندوق التامين. والميزه الاكبر بقى يا فندم ان الصندوق بيقدم خدماته في 1800 وحده بيطريه على مستوى الجمهوريه، بيقدم خدماته عن طريق 8000 دكتور بيطري موجودين على مستوى الجمهوريه، وده لا يتوافر مش عايز اقول مع اي حد تاني في مصر، مع اي حد في الشرق الاوسط. خدمه مميزه للتامين وخدمه سريعه وخدمه منتشره اتعرفت في اخر 3 سنين احسن من قبل كده بكتير جدا جدا جدا. الفلاح بقى حاسس بيها، والفلاح لو حس ان هو ما خدش تعويض مناسب له في خلال 15 يوم بيقدم تظلم، واحنا بنقول له تعالى ليك حق انك تقدم تظلم لو انت شايف في حاجه، بدخل ورقه تاني في لجنه اسمها لجنه استئناف عليا، دي بتدي الفصل النهائي في قرار في 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 قرار التعويض او كميته. ممكن ياخد نص تعويض، ما ياخدش تعويض كامل. لو بايع لحوم يتخصم اللحوم من قيمه التعويض، بتبقى جايب لجنه برضو الكلام ده كله. الحاجه الثانيه لو خسر في الاستئناف بتاع الصندوق بنقول له ليك الحق انك ترفع قضيه في المحكمه في هذا الشان. وغالبا احنا ما بلجاش للمحاكم خالص الفلاح، لان الحمد لله احنا يعني مش عايز اقول لحضرتك التامين مبسط جدا، الصرف مبسط جدا، التوعيه منتشره، والنمر تليفونات الصندوق مع الفلاحين مع المديريات مع 1800 وحده بيطريه مع 8000 دكتور منتشرين مع حوالي مش اقل من 200,000 عميل عندنا دلوقتي. فالحمد لله الفلاح حاسس بقيمه صندوق التامين، وحس بيه يمكن اكتر من سنه ونص لما دخلت عتره جديده من فيروس الحمى القلعيه وحصل وباء معين غلط. لا طبعا هي فوائده اكيد كبيره جدا. طب لو المربي يا فندم امن عليها وبعدين باعها، قرر انه يبيعها، هل التامين ده بيروح للمشتري الجديد فبالتالي بيعلي سعر البيع ولا لا؟ لا لا، التامين بيسقط فور نقل الملكيه. ده عارف هو كده، بس هو بيبقى مطمن لا قدر الله حصلت حادثه، حصلت حريقه، اتسرق الحيوان بمحضر شرطه، بيجيب حريق في الحظيره بتاعته، بيجيب محضر الشرطه وقرار النيابه انه قضاء وقدر وانه هو اللي تسبب فيه او اهمال منه، بيصرف تعويض. وصرفنا تعويضات كده كتير جدا لعدد من المواشي كانت في مزارع صغيره او في حظائر صغيره، لا يعني ربنا ما يجيبها تاني لحد، اتحرقت وخدوا تعويضات هايله جدا. يعني لو كنت دافع مثلا ما فيش 3 4000 جنيه على 5 مواشي وبياخد له مثلا 200,000 جنيه تعويض، هنا بيحس بقى بقيمه التامين اكتر. وهنا الدوله بتدعم الموضوع ده هوت بحاجات كتيره جدا عن طريق خدمات وزاره الزراعه اللي بتقدمها للفلاحين دلوقتي، القوافل الطبيه وتلقيح صناعي مميز وتحصينات مميزه وحملات تحصينيه 3-4 مرات في السنه على الاقل بيتحصن فيها. طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن التحصين، عايزين نغتنم وجود حضرتك معانا وتكلمنا عن جهود الحمله القوميه لتحصين الثروه الحيوانيه ضد الامراض، واللي تقريبا انطلقت منتصف يوليو الماضي في جميع محافظات الجمهوريه. بفضل الله والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا بنعمل 3 حملات لمرضين معينين، وبنعمل حمله ثانيه للمرض الثالث. الحمله اللي شغاله دلوقتي هي ضد الحمى القلعيه وحمى الوادي المتسطع، هم مرضين من ضراوتهم ان هم عابرين للحدود، يعني بيجي من دول ثانيه كمان عن طريق الهواء. فالحمله دلوقتي بتستهدف تحصين 4 مليون راس، بنديهم وندي كل حيوان مصلين مضادين
لمرضين الحمى القلعيه والجلد العادي، فكده بنحقق في حمل في كل حمله حوالي 8 مليون راس. الحملات بتبوب قرى ومزارع وحقول مصر، بيلفوا من بيت لبيت ومن حظيره لحظيره، بنمنع تجمعات الحيوانات انها تيجي تتجمع في الوحده البصريه زي الاول، على اساس لو في حيوان حتى منهك او في حظر او في حر او في عدوى من اي مرض تاني، لا كل ما كل حيوان في حظيرته، كل حيوان في مكانه. ودي خدمه مميزه جدا وثقافه ما كانتش منتشره قبل كده. الفلاح من ثقته في او المربي من ثقته في التحصينات اللي احنا بنقدمها، بقى هو اللي اتصل وهو اللي اشتكى الحمله اتاخرت، وبقى هو اللي مواظب. وبفضل الله احنا عملنا تطوير جديد في الحمله المره دي، او في التحسين بتاع الحمله القلعيه المره دي. كان لغايه الحمله اللي فاتت واللي قبلها بيتحصن من ياخد من ازازتين او جرعتين او ياخد حقنتين غير حقن من الوادي المتصدع. فالحيوان كان بيتحقن ثلاث مرات في نفس الوقت، لا بقى يتحقن مرتين اثنين بس، لان علمائنا المحترمين المصريين ده عظيم جدا يا دكتور، ده حفاظا طبعا على الثروه الحيوانيه. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايهاب صابر، رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه ورئيس مجلس اداره صندوق التامين على الثروه الحيوانيه، شكرا جزيلا يا فندم.